يقول السائل: جاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هل هذا نفي لصحة الصلاة أم لكمالها؟ وما حكم من يترك صلاة الجماعة في المسجد من غير عذر؟ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو عن الصحابة، هذا حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فصلاة الجماعة واجبة لهذا الحديث ولغيره. قوله لا صلاة له هذا نفي للأجر وليس نفيا للصحة، صلاته صحيحة إذا ترك صلاة الجماعة وصلى منفردا فصلاته صحيحة، لكنها ناقصة، أجرها ناقص، وهو عليه إثم لأنه ترك واجبا وهو صلاة الجماعة، فتصح صلاته مع الإثم، تصح مع الإثم. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يحافظ على صلاة الجماعة في المساجد، لا صلاة له إلا من عذر. وهذا وعيد شديد، وربما أنه يدل على أن صلاته باطلة، لأن بعض العلماء أخذ بمفهوم الحديث وقال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وليس هذا المذهب ببعيد، هذا هو ظاهر الحديث، لكن الجمهور يقولون صلاته صحيحة لكن مع الإثم، إثم صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. دل هذا على صحة صلاة المنفرد، ولكن يفوته هذا الأجر ويكون عليه الإثم بترك صلاة الجماعة.